السلام عليكم إدار محمد، رئيس جمعية حماية البيئة لبني زكن. راح نعطيكم نبذة حول تثمين المخلفات الواحة اللي نخدموا منها المستثمر الطبيعي. أول شيء نقوم ب رحي أونسي دو بروايي لي بالم الجريد النخيل، ونتحصلوا على هاد الاخر الكيفية تاع الاخر، ومن بعد نروحوا للمرحلة الاخرى وهي غمر هاد المخلفات لمدة حوالي 10 ايام، ومن بعدها راحين نخلطوها مع الديشي بوفان لو فيمي، اي ابري ان بروسيدور دو ابري 5 موا ونا راح نتحصلوا على السماد طبيعي 100%. شكرا. السلام عليكم. إذن بعد تخمير المخلفات تاع النخيل راح نغمروهم في هذا كيما لو جور تاع البسنات هذوما بوندون اون ديزان دو جور ابري اون ديزان دو جور. دونك كيما رانا نشوفوا دركا نجيبوا مخلفات المعز ونخلطوهم مع مخلفات بصفة 70% 30%، إذن 70% تاع الأخر تاع الديشي دي بالمي و 30% دي فيمي بوفا. دونك هذه الطريقة هذه رانا واصلين في المراحل الأخيرة.